يعني انا قدامي معيار اللي يتقال ان هم بيعملوا فوصل نشوف الناس اللي في الشارع قد ايه او اللي محتاجين قد ايه او اللي بيتخانقوا على رغيف العيش في الفرن قد ايه او الناس اللي واقفه مستنيه علشان تاكل فول وطعميه في وقت الفطار على مائده لواحد من اهل الخير اللي عاملها. اذا ففي النهايه لسه الحكومه ما وصلتش. ماشي، على كل حال زي حضرتك اثرت موضوع هو شيء كويس وشيء مقبول ان الناس تساهم او تساعد الفقراء في حياتهم خاصه في هذا الشهر المبارك، وفي كتير قوي ما لهمش حتى علاقه بالسياسه شغالين في هذا لا انا عايز اتكلم لهم بالسياسه، يعني السياسه طبعا في ناس بتستغل هذا الكلام. المرشحين اللي ما عملوهاش قبل كده انا ما عملتهاش ومش هعملها طبعا، خلاص في تكافل اجتماعي بيتعمل بشكل تاني. تمام يعني. لا اللي ما كانوش بيعملوها جم السنه دي عملوها. اولا الناس اذكياء جدا وفاهمين مين اللي بيساعدهم لغرض ومين اللي بيساعدهم لوجه الله. اذا كان المساعده لغرض سياسي المواطن مش يعني مش مهم هو مين، يعني ياخد منه العلبه او ياخد منه العشاء اللي بيعمله، وفي النهايه هو قدام صندوق الانتخاب حر هيديله او ما يديلوش، دي فيها بقى كلام تاني يعني. انما انا معاك ان في البعض بيعملها لغرض سياسي وقصده منها. طيب ده مفهوم، انا عايز اقراها سياسيا. هو احنا عندنا المرشح الان لمنصب سياسي عضو برلمان ما زال دوره مش مفهوم وواجباته تجاه البلد مش مفهومة لدرجة أن النجاح يأتي بلقمة العيش وليس ببرنامج انتخابي ولا بمشروع سياسي؟ يعني احنا عندنا أزمة في أسماء المرشحين وثقافتهم وفكرهم، ولا عندنا أزمة في المنتخب نفسه؟ لا، هو ثقافة الانتخاب في مصر الحقيقة احنا في الفترة الحالية في الحزب الوطني بالتأكيد استكمل تشكيلاته بشكل علمي جدا يعني، واصبح في قواعد حزبيه شاننا شان اي حزب بره. انما ثقافه الانتخابات في البلد النهارده بالتاكيد بتتحسن عن الماضي. يعني النهارده انا ما بعمل له فرصته عشان يقول كلمته قدام الصندوق، الحقيقه فيها حريه يقدر يتكلم فيها، لكن مش عشان اديله علبه اكل. او في زمان في الصعيد او جوه تلاقي كان الناخب بيروح عشان العلبة دي ينتخب فلان الفلان. نعم. لا عارف برنامج يعني ايه، ولا عارف ممارس الحزب يعني ايه، ولا محتاج يعني هو الراجل ده طيب واداني علبة انا اروح انتخب، هل هو الراجل مفيد؟ انما دور المرشح لا، ده دور هام جدا وخطير في البلد. النهاردة دوره في الاصل هو التشريع والرقابة، لكن الخدمات الشعبية دي اساسية برضو، ان انا اكون متعايش لأهل بلدي ومتعايش مع الناس اللي في قريتي او في دايرتي تعايش كامل، سواء من خلال يعني احنا النهارده في رمضان ده شهر كريم، انا راجع من الفيوم الحقيقه كل النظام اللي موجود هناك خلال البوادي اللي انت بتتكلم عليها، بس مش بوادي الرحمن، بنجتمع مع بعض في شكل ندوات وشكل قعدات مع الناس اللي موجودين، وفيها بيتم فيها العمل الخير. وفي انا لسه راجع امبارح كان السيد فضيله الشيخ المفتي كان عامل بيفتح مشروع في بنك الطعام هناك ومصر خير، ده حاجات كويسه مقبوله وملاش اي اغراض سياسيه، اغراض لوجه الله. الاحصاء السنه دي بيقول ان في 1500 مائده رحمن انتخابيه، ده طبعا غير انتشار الشنط الرمضانيه اللي عليها الصور. أيوة. بتاع المرشحين واسمائهم. لا ما هو ممكن طبعا ال 1500 ما اعرفش انت هتصرفها ازاي، انما هو شيء محمود مش مكروه يعني. يعني انا بعتقد ان ده ايا كان زي ما قال استاذنا الدكتور عبد الله، ده شيء طيب للناس، بتساعد الناس اللي هم محتاجين سواء في مواد رحمن سواء في علب، انت بتساعده في تفك كربه في شهر كريم هو شهر رمضان. اذا كان ما فيش غرض سياسي، في غرض سياسي ده بقى انت ده عند ربنا. عند ربنا بقى. مركز المعلومات ودعم القرار في مجلس الوزراء عمل دراسه جميله بيقول فيها ان احنا حجم الانفاق على موائد الرحمن في رمضان وصل ل 516 مليون جنيه بيمثلوا 14,000 مائدة اللي بيقعدوا عليهم يوميا 2 مليون فرد، مليونين. هي دي حالة فقر ولا حالة رحمة؟ والله هي المسألة مزيج من الناحيتين، اللي انت عارف ان ما تقدرش دايما في المباحات العامة ما تقدرش تفصل بين المستحق الحقيقي والقادر الذي يستسهل الأكل المجاني، ما تقدرش أنت تفرز هذه المسألة. وبنشوف بعض الناس الجالسين ربما لا يكونوا أهل للصدقات
إلا إن مسألة المنفعة وتحصيلها بأي وسيلة ده سلوك إنساني معروف للناس، يحبوا ياخدوا الحاجة ببلاش يعني. وعلى فكرة مش في البنوك الطعام بس، أنا بشوف حتى في الجوائز المرصودة ناس بياخدوها لا يستحقوا هذه الجوائز، ولا تقدر ما تقدرش كمان تصنفها على إنها جعالة أو على إنها جائزة عن عمل مفيد أو مثمر أدوه. هي المسألة بيبقى فيه الهدف منها قد يكون تجاري، وقد يكون الهدف سياسي، وقد يكون أي هدف آخر. فالمسألة ما بتقدرش تقول إنها دينية خالصة، وإنما بتتدخل فيها عوامل الكسب، عوامل التجارة، عوامل السياسة، عوامل أخرى بعيدة عن الدين تماما وبعيدة عن التكافل وعن الغرض النبي. لكن أنا عايز أقول إن الناس الفقراء يأكلون، هم يأكلون أموالهم، وطالما حقهم جالهم لعندهم ياخدوه، بس لا يفرطوا في إرادتهم، والذين ويكونوا حريصين جدا جدا على هؤلاء الذين يستغلون هذه الموائد من أجل المحافظة على الكرسي، إنهم يستمروا. يعني المفروض النائب في مجلس الشعب المفروض أنه يمثل الأمة ولا يمثل الدائرة أو المنطقة اللي بيأكلها، ده المفهوم. ولكن للأسف إحنا حرفنا هذا المعنى وجعلنا العضوية مجرد تمثيل لفئة ومجموعة من الناس، العضو يقضلهم طلباتهم ويقضلهم خدماتهم ويأكلهم ويعملهم، وهذا مفهوم خاطئ للعضوية. النائب يمثل الأمة كلها، ومجلس الشعب يمثل الأمة، ويجب أن يكون هناك وعي ثقافي يرقى بالناس إلى هذا المعنى. كون إن أنا أفهم الناس إن أنا بأكلهم ينتخبوني، أنا أحذر الذين يأكلون، أتمنى أن يأكلوا وأن يتهنوا بالأكل الذي يقدم لهم، سواء كان أكل فاخر أو خمس نجوم أو ثلاث نجوم أو أكل عادي حتى في الحواري، ولكن ليحرصوا على إرادتهم وعلى كرامتهم كاملة، محدش له فضل عليهم. وإذا كان العضو الذي ينظم هذه المائدة أو الشخص الذي ينظم المائدة له مأرب سياسي أو أي مأرب آخر من خلال هذا الأمر، يجب على هؤلاء الناس من الناحية الشرعية أن يردوا عليه قصده، وأن يخيبوا الأمل الذي علقه على هذه الأشياء، وهم اللي حرروا هذا الأمر ويجعلوه خالص لوجه الله من وجهة نظرهم هم، ما يجعلوش إرادتهم مقابل، ما يستغلوش في مقابل هذه الوجبات أو في مقابل هذه الخدمات التي تؤدى لهم. يجب أن يعتز كل واحد بإرادته، وإن الإرادة دي هي قيمة الإنسان وكيانه، وإن كيان الإنسان أسمى من أن يباع أو أن يهدر من أجل وجبة طعام أو خدمة أو شنطة تقدم له في هذه المناسبة. دكتور، الخمسمية وشوية مليون دي مبلغ ضخم، أو نص مليار ياريت كانوا استغلوا. البعض بيرى ده نوع من السفة في توجيه المال العام، المال الإسلامي، ما هي أموال المسلمين، المال الزكاة ده لو والصدقات لو استغل الاستغلال الأمثل ممكن يغير خريطة المجتمع. وجهتي نظر وجهة نظر بتقول ان ليه ما نستغلش الأموال دي في إنشاء حاجات الناس تستفيد منها، أو تكون أموال نقدية تسلم إلى المحتاجين والفقراء بعد الدراسة، وهو يتصرف فيها، يأكل كما شاء، يأكل على قده، يقسمها على السنة بدل ما يبقى شهر. الرأي الآخر بيقول لا، موائد الرحمن دي فرصة كويسة قوي، علشان اللي ما بيأكلش لحمة طول السنة، اللي ما بيأكلش فراخ، اللي ما بيعرفش يأكل طبيخ، تبقى فرصة. بس ليه تبقى شهر واحد، ما تبقاش على مدار السنة، وليكن يوم في الأسبوع المائدة دي بتنصب علشان الناس تتجمع وتأكل برضه. أنت مع أي الرأيين؟ لا، أنا مع، شوف، مسألة المظهرية في إنفاق الأموال دي مظهرة، لا أنا هفترض حسن النوايا مرفوضة شكلا وموضوعا. وإذا افترضنا حسن النوايا، أنا رأيي أن توجه هذه الأموال التوجيه الأمثل في خدمات تحسين الخدمة في المستشفيات، تشغيل الشباب العاطلين في مشروعات مثمرة ومنتجة، يجب أن توجه هذه المشروعات. إنما ما بتتوجهش، طب يبقى نأكلهم أحسن، ما هو الخوف ان ما تروح. للاسف موضوع عامل زي المسكن، انت تسكن داء ولا تعالجه. لو 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 الاموال الصدقات والزكاه استغلت الاستغلال الامثل، من الممكن ان تتغير الخريطه في مصر، لان الاموال بتضيع في هذه المظاهر اللي مش عايز اقول انها يعني مظاهر في معظم احوالها لا تكون خالصه لوجه الله. والامر الثاني التسول، التسول بياخذ قدر كبير جدا جدا من حصيله الصدقات والزكاة في رمضان، وده كله بيروح حبال، إنه بينفق على المآرب المتسولين وعصابات المتسولين بينفقها فيها المخدرات والجريمة وغير ذلك من الأمور التي تخرب وتقود المجتمع. وللأسف عندناش الوعي، يعني أنا بشوف الناس حتى في الإشارات يعلمون أن الذين يستغلون هذه الأموال محترفون
ومتسولون يشكلون تشكيلات عصابية، ومع ذلك تبص الناس بكل أريحية وبكل يعني اندفاع يقومون بإخراج الأموال ويعطونها لهؤلاء المتسولين بمبالغ كبيرة. حتى نصحت واحد، يعني أنا مرة نصحت واحد في إشارة بقول له هذا الذي أعطيته يقف كل يوم وربما يكون يعني في حالة معيشية أحسن منك، فالرجل يعني ظن أني يعني لم يقبل نصيحتي ونظر إلي شزرا كأنني أمنع خيرا يفعله. يجب أن يكون عند الناس وعي وأن يفرقوا بين المتسول المحترف وبين من يستحق الصدقة فعلا. اللي بيطلع الصدقة عليه أن يبذل جهد في البحث عن الشرع يستحق. أوجب عليه كده لأن الشرع اللي حددها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فحدد مناط الإنفاق، وإذا لم يصادف الإنفاق المناط بتاعه لا